محمد، ايش قالوا لك الرياض؟ يعني خلاص ريحوا لهم ربع ساعه ما بين المباراه الاولى والثانيه. ايوه خلي عبد الخالق ينسق على موعدنا، هذا 6:15 الان. اصبر شوي، لا استنى شوي، والله ما احنا راح نمسك الفريقين عشاننا يا عبد الخالق. ايش قال لك عبد الخالق؟ لسه حيتصل؟ ان شاء الله ياخذوهم لقطتين كذا الجرايد وياخذوا لهم شيء. ما لسه. خلاص ابدا. عبد الخالق. عبد الخالق. ايوه سامعك يا محمد، سامعك. مع الصفرة حنبدا؟ وايش باقي على الصفرة؟ باقي دقيقة. ها؟ خلاص دحين شوفوا وزعوا الهدايا، وزعوا الامور. بالله الله يسترك، بس الحكمين اسمهم ايه لانهم جدد ما اعرف. كلهم من اليونان؟ يونان؟ مستوبلس؟ مستوبلس كلهم يونان؟ بنا يوتي يونان. ايش قال لك عبد الخالق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أعزائي الرياضيين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الصالة الرئيسية لرعاية الشباب بمدينة جدة نرحب بكم مرة أخرى في ثالث أيام البطولة العربية 17 لكرة السلة، والتي يستضيفها نادي الاتحاد هنا في جدة بمشاركة 11 فريق من 11 دولة عربية. انتهى اللقاء السابق الذي أقيم في 4 عصرا بين الاتحاد السكندري والأهلي اليمني بفوز الاتحاد السكندري، ونلعب اليوم اللقاء المهم والكبير الثاني في اليوم الثالث، والذي يجمع فريقي الجزيرة المصري بطل مصر والمولودية الجزائري بطل الجزائر على صدارة المجموعة الحديدية الثانية. بدأ اللقاء وسجل بن رمضان، أمين بن رمضان، الأسكور الأول أو النقطتين الأولى في المباراة لصالح المولودية الجزائري وب3 نقاط ثلاثية. يمثل خماسي فريق الجزيرة المصري الذي يلعب بالزي الأصفر والأزرق، كل من إبراهيم العدوي ووائل بدر ومحمد الكرداني وخالد حمدي وأحمد صق. ويمثل في المقابل فريق المولودية الجزائري ومعظمه من اللاعبين الدوليين في المنتخب الأول، نجيم وعلي وأمين بن رمضان وفرج الله هاروني وسفيان بولايا وعبد الحميد السائح. نتمنى أن نرى لقاء في سمعة العملاقين المولودية والجزيرة، اللقاء على درجة كبيرة جدا من الحساسية والأهمية لصدارة المجموعة الصعبة أو النارية الثانية. وهذا أحمد صقر يحاول في ثلاثية ولكنها كانت قصيرة مرة أخرى لبن رمضان، والحكم بيقول ما في شيء لطارق حمدي، وبن رمضان أهدر السلمية إلى داخل منطقة الجزاء الجزيرة، بيحاول إبراهيم العدوي ولكنها كانت قصيرة. كان مرتبك إبراهيم، أطول لاعب في المباراة إبراهيم العدوي، ما أدري كم طول إبراهيم، كم تقريبا طول؟ 17 أو 18 سنتيم، لاعب طويل جدا. ويدير هذا اللقاء، هذه إعادة لكرة فرج الله هاروني، ويحكم هذا اللقاء الحكمان المحايدان من اليونان واللذان وصلا أمس فقط، وأول لقاء لهما هو اليوم. في فاول على أعتقد على السايح نجيم وعلي، أي نجيم وعلي، أول فاول على الفريق الجزائري. يحكم هذا اللقاء مستوبلس وبنيوتي من اليونان. إذن حكمان محايدان من أوروبا يديران هذا اللقاء الصعب والكبير.
بين العملاقين المولودية والجزيرة. العدوي ومراقبة لصيقة من نجيم وعلي وأحمد صقر وحاول للدخول ولكن الكرة لصالح الجزيرة. ليه؟ لأنها لامست لاعب من المولودية وغادرت للحد النهائي للملعب. محمد الكرداني ويصوت ولكنها لم ترتطم في الحلق، إذن يجب أن تتوقف الكرة ثم تعاود الدخول بمعرفة فريق الجزيرة. لو لامست هذه الكرة الحلق لاستمر اللعب دون توقف. هذا كان أحد التعديلات التي حدثت في القانون الدولي للهواة قبل فترة بسيطة. هاروني، يا سلام، تفاهم كبير ما بين هاروني وبين السايح، وبيحاول واعلي ولكن دفاعات العدوي كانت أفضل واستحوذ على الكرة. أطول لاعب في المباراة 2.17 هذا وائل بدر المعار من نادي الزمالك المصري. وائل بدر، تذكروا هذا اسم هذا النجم الكبير المعار، وحسب اللوائح الجديدة للبطولة العربية بعد تشكيل اتحادها الجديد برئاسة الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس الاتحاد العربي والسعودي، الزمالك استعار اللاعب وائل بدر من الجزيرة، استعار اللاعب وائل بدر من الزمالك، وفي المقابل الاتحاد السكندري استعانا بأحمد منير من نادي سبورتينج المصري حسب اللوائح المتبعة. والجزيرة المصري لا يلعب باللاعبين الأجانب في الوقت الذي يلعب فيه الاتحاد السكندري بلاعب محترف أمريكي ويليام كينغهام. فاول على رقم 6 اللي هو خالد اللقطة كانت على رقم 6 حسب، ما في 6 أعتقد أنه 8 الحكم أخطأ ما في كان لاعب رقم 6، نعم خالد حمدي، لأنه ما في لاعب رقم 6 في الملعب بالنسبة للجزيرة المصري. جل من لا يسهو، والمباراة لسه على بدايتها، الأعصاب لا تزال حتى الآن. هذا نجيم وعلي وبيسجل النقطتين الجديدة للمولودية و5-0. طبعا نستغرب حتى الآن الجزيرة المصري حتى الدقيقة الثالثة لم يسجل أي نقطة حتى الآن. وائل بدر، أحمد صقر، تحليقات مستمرة من الجزيرة، محاولات للدخول وفاول، فاول مسك، والكرة لا تزال لصالح فريق الجزيرة، فاول لصالح الجزيرة على المولودية. إذن الفاولات على المولودية الآن 3-3 للجزيرة، تعادل في الفاولات. فاول هذا أحمد صقر بيحاول لوائل بدر، وائل بدر لاعب خطير جدا في صناعة الألعاب. العدوي يحاول ولكن تحركات العدوي شيء فيها شيء من البطء رغم الطول الفارع في هذا اللاعب المصري. الكرة للجزيرة، الجزيرة حتى الآن لم يسجل أي نقطة، والجميع هنا مستغرب 3 دقائق متتالية في كرة السلة شيء كثير، ولم يسجل الجزيرة سواء بالتصويب الخارجي أو عن طريق الاقتحام من العمق، لأنه أعتقد أنه فريق المولودية بيلعب بدفاع منظم ومتجانس يلعب منذ فترة طويلة جدا، ويمثل أعضاء غالبية منتخب الجزائر الوطني. وائل بدر، دخول من وائل، والدخول كان غير مدعوم بتغطية هجومية من زملائه. أعتقد في فاول لصالح الجزيرة على 14 اللي هو 14 عبد الحليم السايح. بنشوف الإعادة ونشوف الفاول، هذا الفاول ورفع يده الحكم، رميتين جزائية لصالح وائل بدر أحمد صقر، هذا أحمد صقر وبيسجل الأولى. إذن أول تسجيلات الجزيرة المصري عن طريق رمية الجزاء الحرة، نقطة واحدة مقابل 5. هذا أحمد صقر سبق له أن لعب محترفا في الدوري اللبناني الشقيق، سجل أحمد صقر النقطة الجزائية الثانية، 2 مقابل 5 لصالح المولودية. المولودية يتميز بالحماس الزائد والسرعة، ومهام الجزيرة اليوم صعبة في إيقاف هذا الحماس. الحكم بيقول ما فيها شيء، ووك. ليه؟ لأنه الدفاع كان على الكرة واللاعب انتظر فاول، والفاول ما كان موجود. نشوف الإعادة، نشوفها للاستفادة. اللاعب عملوا عليه كم ماشى، طلع بالكرة ونزل على القدمين وارتكب مخالفة المشي بالكرة، وكلنا عارفين أن المخالفة في كرة السلة لا تحتسب في صحيفة التسجيل ولكن تعكس الكرة للفريق الآخر. أحمد صقر يضيف رمية نقطتين، أحمد صقر ينفرد بالتسجيل للجزيرة 4-5 هذا أحمد صقر، وسجلها بكل سهولة
بدأ دفاع المولودية يتحفظ من ارتكاب المزيد من الأخطاء، لأنه عدد وافر من الأخطاء الآن على المولودية، 3 4 5 فاولات على المولودية. في المولودية سجل كرة للجزيرة، لا يزال وائل اللاعب المعار من نادي الزمالك لشقيقه نادي الجزيرة المصري. لقاء لا يحتمل القسمة على 2، لقاء بطولة مبكرة، أنا أتوقع أنها بطولة مبكرة بين العملاقين، 4 ورميتين. هذا سفيان كابتن فريق المولودية، لاعب مخضرم يملك من المهارات والخبرة الشيء الكثير جدا، ويرتكب فاول ورميتين جزائية لصالح والبدر. بيضيع وائل، هنا مكتوب عندنا ولا أي السيد، إذا ما في السيد وائل بدر. وائل بدر يسجل نقطة واحدة وأول تعادل في المباراة، 5-5 5-5. مباراة صعبة جدا جدا، لا يمكن التوقع بنتيجتها إلا مع صافرة النهاية. في الشوط الرابع أو الفترة الرابعة من المباراة، هجوم للجزيرة، دخول من وائل، يا سلام يا وائل، وائل بدر يضيف نقطتين، بدأ الجزيرة يدخل أجواء المباراة، بدأ الجزيرة، وهذه لقطة، هذا سكور وائل بدر، واللقطة اللي سبقتها كانت على مدرب أحمد، مدرب الجزيرة أحمد مرعي، الكابتن أحمد مرعي عفوا. المولودية يحاول أن يجد ثغرات في دفاع الجزيرة للدخول، هذا نجيم وعلي بقامته الفارعة والقوية جدا يخترق دفاعات الجزيرة ويسجل بيسرى ويعيد التعادل للمرة الثانية، 7-7 7-7. دخلنا في النصف الثاني من الربع الأول، كرداني محمد الكرداني يحاول الدخول، وفاول على هارون، فاول على فرج الله، حنشوف 8 فرج الله هاروني، حنشوف الفاول، هذا كرداني والفاول 100% على فرج الله هاروني. أعزائي المشاهدين، أعزائي الرياضيين، كالعادة نستضيف أحد أفراد أسرة كرة السلة من خبراء اللعبة، ومعنا اليوم الحكم المصري المرافق للجزيرة عمرو عبد الحافظ. حياك الله كابتن عمرو معنا، أهلا وسهلا، لو ترفع لي صوتك شوي. يا أهلا وسهلا، إن شاء الله يكونوا شايفينك الأخوة في أو جمهور كرة السلة في مصر الشقيقة إن شاء الله. هذا محمد الكرداني وبيصوب الرمية الجزائية الأولى. أستاذ عمرو، نعم. اللقاء جميعنا يعرف أنه في قمة الأهمية والحساسية. الجزيرة حتى الآن بدأ شيئا فشيء يدخل أجواء المباراة، وشايف أعتقد أنه الآن مدرب الجزيرة بيجهز النجم الكبير طارق الغنام، أكيد نجم الأهلي الذي يشارك الجزيرة. هل سيكون هناك فارق في النتيجة بين الفريقين؟ من تتوقع أن يكسب الجولة الكبيرة بينهم؟ لا أتوقع شيء، هي مباراة كرة السلة أكيد في الغالب هتبقى بينهم لآخر لحظة، لآخر كرة والآخر صفارة في الملعب، لأن الفرقتين بيحفلوا بنجوم كبيرة جدا. جزيرة فيها لعيبة على مستوى عالي جدا، واستعان باثنين من اللاعبين، وائل بدر من الزمالك حسب اللوائح، وطارق الغنام من الأهلي، وأما الفرقة الثانية اللي هي بتاعت الجزائر إن شاء الله الإخوة الجزائريين، فهي كلها أغلبيتها من المنتخب الجزائري، خبرتهم عالية ولعبوا كثير من المباريات، ونتمنى لهم إن شاء الله أنهم يقدموا مباراة كويسة بإذن الله. كابتن عمرو عبد الحافظ، المجموعة الحديدية أو النارية الثانية تضم أيضا فريق أحد السعودي بجانب المولودية والجزيرة، أيضا هناك المغرب الفاسي أو المغرب الفاسي، من الأقرب للتأهل من هذه المجموعة؟ إحنا النهاردة ثاني يوم يعتبر، ثالث يوم أو ثالث يوم. الرؤية العامة طبعا مش واضحة، بعد المباراة دي ممكن نقدر نحدد إذا كان ممكن هيخش فرقة ثالثة معهم إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله أنه يكون فريق أحد، حتى أن إحنا نشوف مجموعة نارية زي ما بيقولوا، ومجموعة كويسة، ويبقى باسكت إن شاء الله باسكت جميل. بعد التأهل لدوري السلطة أعتقد هناك فصل بين مجموعتين أخرى، أكيد طبعا فصل مجموعتين ثلاث، بس هو للأسف القرعة وقعت ثلاث فرق أقوية جدا في حرام في مجموعة واحدة، والمجموعتين التانيين سهلين بالنسبة لبقية الفرق مقارنة بهذه المجموعة، والله أعلم مين يطلع دي لسه ما حدش يعرفها. استمر معنا أستاذ عمرو، واللقاء سيحفل بالعديد من
اللقطات المثيرة والتنافس الكبير. لا يزال الجزيرة هو المتقدم بنتيجة 11 نقطة مقابل 7، 11 مقابل 7، وأول وقت مستقطع لصالح فريق الجزيرة المصري. أعتقد أنه طالب الجزيرة، لا أعتقد أنه هو طالب الوردية، الجزيرة الجزيرة لأنه اللمبة فوق، اللمبة فوق فوق ال11 للجزيرة. رغم أنه متقدم الجزيرة بفارق حوالي 4 نقاط، ولكنه طلب وقت مستقطع. هذه لقطة على فريق الجزيرة، والتوتر واضح جدا على احتياط فريق الجزيرة المصري. والوقت المستقطع الأول في الربع الأول طلبوا الجزيرة من المدرب أحمد مرعي. جمهور يتابع اللقاء المهم والكبير، والعيون الخبيرة ترصد كل تحركات الجزيرة والمولودية، ليس ممن لهم علاقة بهذه المجموعة الصعبة، ولكن أيضا الفرق المرشحة للدخول، وهي الفريق اللبناني بالنجار والاتحاد السعودي، وفي المقابل المجموعة الثالثة الجيش السوري والاتحاد السكندري المصري. انتهى الوقت المستقطع اللي طلبوا الجزيرة، ومدة 50 ثانية والعشر ثواني المتبقية لدخول اللاعبين إلى أرض الملعب. عودة للكابتن عمرو عبد الحافظ. حاليا الجزيرة هو بطل مصر. احنا قبل ما نيجي هنا في البطولة من يومين كان الجزيرة لعب اخر مباراة في الدوري وكسب الدوري المصري وخلص، وكان الوصيف للنادي الاهلي المصري. الاهلي المصري. المصري. والثالث؟ الثالث كان نادي الاتحاد السكندري، وبعد كده الرابع نادي الزمالك. يعني الاتحاد السكندري يعني ابتعد الموسم هذا عن ابتعد هذا الموسم لظروف الاصابات عنده كانت كتيرة جدا، وخروج لعيبة من عنده كانت موجودة معاه، واعتماده على مجموعة من الناشئين كويسة جدا، وان شاء الله نتمنى له السنة الجاية انه يكون فريق عالي. فاروق ممتاز ومدرب ممتاز وجهاز ممتاز، كل حاجة كويسة الله بإذن الله. هنا امين بن رمضان يرسل ثلاثية لصالح المولودية، ويقارب الفارق الى نقطة واحدة، 11 الجزيرة مقابل 10 المولودية. وبنلعب في الدقيقة الثامنة من الربع الاول للقاء العملاقين الجزيرة المصري والمولودية الجزائري. يشارك الآن طارق الغنام نجم مصر الأول والنادي الأهلي والمعار حاليا للجزيرة، ورقمه 11، وشوفوا الآن رقمه 10، رقمه 10. مدري كم طول طارق كابتن؟ 2 متر 17. لاعب متمكن، وأبوه مدرب شهير جدا في كرة السلة، هو الكابتن طه الغنام الذي سبق له التدريب هنا في المملكة العربية السعودية قبل أكثر من ربع قرن لنادي هجر السعودي ونادي الطائي في حائل. أول تغيير أو ثاني تغيير للجزيرة بغادر والبدر، وبيشارك صانع الألعاب الأول في الجزيرة وهو رامي جنيدي، وأيضا رامي جنيدي من أسرة سلاوية عريقة، أبو هو طلعت جنيدي رئيس جهاز الرياضة في جمهورية مصر العربية حاليا، والمدرب المصري المعروف الذي سبق له أيضا أن درب 3 أندية سعودية في خلال فترة سابقة. رامي جنيدي كان له دور كبير جدا في الفوز على أحد أمس، بحيث يرسل الثلاثيات من خارج القوس، ويملك مهارات عالية جدا في التوزيع في منطقة البلايميكر. بولايا للسايح بيهد الكرة، بيرجع هذا هاروني، بيقول هدي. الفريق اللي أمامنا فريق قوي جدا، والتعامل معه يجب أن يكون بعقلانية. محاولات من مدى سفيان لوعلي إلى أمين بن رمضان، دخول والكرة لصالح الجزيرة لأنها خرجت بمعرفة أمين بن رمضان. أيضا أمين بن رمضان لاعب دولي جزائري، سبق له أن لعب هنا في المملكة لنادي الخليج السعودي، ثم إلى أحد الأندية اللبنانية في لبنان الشقيق، والذي يملك أقوى دوري عربي مع نظيري الفريق المصري. كردان يضيف نقطتين لصالح الجزيرة، 13-12، لا يزال الفارق بسيط جدا. هذا كرداني وبيسجل نقطتين للجزيرة، 13-12. بنلعب في الدقيقة الأخيرة من الربع الأول، دخول من هاروني، تمويل لبن رمضان في أقصى الجناح الأيمن،
الى اقصى الجناح الايسر سفيان. سفيان لمير رمضان وتصويبه كانت قصيره. يستمر اللعب، يستمر اللعب في هذه الحاله الوحيده التي يطلق فيها صافره ال 24 ثانيه ويستمر فيها اللعب دون ايقاف. هي الصافره الوحيده في كره السله حيث لامست الكره الحلق وتصويب من نجيم وعلي، ولكن لم تسجل. تعود الى رامي جنيدي اخو اشرف جنيدي شريف جنيدي، لم يشارك لظروف الاصابه، وكان يشكل مع شقيقه اشرف ثنائي خطير جدا في صناعه الالعاب للجزيره المصريه. يا سلام سفيان، يا سلام سفيان بولايا يسجل ويتقدم المولوديه في اخر اربع ثواني، ثانيتين، ثانيه واحده، ينتهي الربع الاول، ينتهي الربع الاول من اللقاء الكبير بين العملاقين الجزيره والمولوديه بتقدم المولوديه في اخر ثانيتين من اللقاء بنتيجه 14-13. دقيقتان فقط فتره الراحه بين الربعين الاول والثاني لهذا اللقاء الكبير على صداره مجموعه النار او المجموعه الحديديه الثانيه. عوده للكابتن عمرو عبد الحافظ. كابتن عمرو، 10 دقائق عدت هي الربع الاول من المباراه، هل هناك وجهه نظر فنيه حول احداث الربع الاول؟ طبعا هو السكور بسيط جدا والمسجلين يعني بسيط موجوده 13 طبعا 14. بسيطه جدا، 10 دقائق لفرقتين بيمتازوا بالعناصر اللي موجوده فيها، حاجه يعني هنقول انها صعبه شويه. لا تعتقد ان العمل التوتر ولا الشده النفسيه ممكن، بس هو ممكن الفرقتين بيلعبوا دفاع ضاغط جدا، حافظين مفاتيح لعب كل واحد فيهم، مش مدين فرصه لاي لاعب ممكن يشوط من بره ثلاثيات او ثنائيات او حتى انهم يسقطوا الكوره للاعب داخل المنطقه يجيب بيها سله كويسه او حاجه، لكن كده يعني نتمنى ان شاء الله انهم يفتحوا البعض شويه وعشان نتفرج على كره سله كويسه، وحاجه كده تشرفنا احنا كعرب كلنا ان احنا نتفرج على جيم يضم فرقتين احسن فرقتين عربيتين. كابتن عمرو، 10 دقائق الاولى الم تظهر بعض نقاط الضعف في الجزيره او في فريق المولوديه؟ اعتقد ان كل مدرب فيهم عارف نقاط الضعف بتاعه الفريق الثاني كويس قوي، وعشان كده بيحاول انه يملا الحته اللي فيها الضعف بلاعبين اقوياء بيسدوا هذا المكان، فانا مش شايف ان في ضعف موجود، بل شايف ان الفرقتين بينفذوا دفاع ضاغط ممتاز جدا. اذا الميل للطابع الدفاعي حتى الان ان شاء الله. هل هذه مثلا تكتيك الربع الاول غالبا في غالبيه المباريات؟ ممكن كل مدرب بيلجا ليه عشان السكور ما يتسعش معاه، سواء معاه او مع الفرقه الثانيه، وده لغايه لما نشوف بقى الربعين الثاني والثالث والرابع هيحصل ايه. اذا الكره الان بسم الله نبدا الربع الثاني من اللقاء الكبير بين المولودية الجزائري والجزيرة المصري في ثالث أيام البطولة العربية 17 لكرة السلة للأندية الأبطال هنا في صالة رعاية الشباب بمدينة جدة والتي يستضيفها نادي الاتحاد السعودي حتى 8 من الشهر القادم. طارق وإلى جنيدي إلى الكرداني، ولكنها كانت خرجت بمعرفة الفريق الجزائري. النتيجة كما هي 14-13، النتيجة نعم هي متواضعة على رأي كابتن والحكم الدولي المصري عامر عبد الحافظ، النتيجة متواضعة، ولكن هي تكتيك مدربين. كرداني ما كان متوقع، ولكن الحكم بيقول لا تزال الكرة للجزيرة، الكرة لا تزال. هذا أحمد مرعي مدرب نادي الجزيرة المصري 40 سنة في الملاعب كرة السلة. محاولات من طارق الغنام للاستحواذ على الكرة، اعتقد في تجاوز الحد النهائي من المولودية. اذا الكرة لا تزال مستمرة للجزيرة. يطالب بعض اللاعبين بمسح ارضية الصالة من بعض الرطوبة الموجودة، نعم سيكون هناك مسح لسلامة اللاعبين من الانزلاق، سيتم مسح المنطقة لسلامة اللاعبين من تخوفا من اي انزلاقات. هذه الكرة المشتركة، ولكن لاعب هاروني اتجاوز الحد النهائي للملعب، اذا الكرة طبيعي حترجع للجزيرة. دخول الى صانع اللعب ثم احمد صد الى جنيدي بيحاول، وهذا صقر، وفي فاول دفاعي حنشوف على مين، غالبا على الساي، حنشوف الرقم حيبان 11 في المولودية اللي هو نجيم وعلي هو تقريبا اضخم لاعب في الفريق الجزائري. هذا احمد صق وبيصوب الرميتين الجزائيه لانه كان في حاله تصويب وارتكب ضده الفاول وهو في الهواء. الرميتين تعادل الاول، هو التعادل الثالث الان
ولكنه تعادل الأول في الربع الثاني 14-14. بنلعب في الدقيقة الأولى وبنكرر اسم البطولة واسم الناديين للإخوة المشاهدين الذين لم يبدأوا معنا من بداية هذه اللقاء قبل نصف ساعة تقريبا من الآن. هاروني مفتاح تحركات المولودية الجزائرية. أيضا سبق لهذا اللاعب فرج الله هاروني أن شارك هنا في الدوري السعودي كلاعب محترف ضمن صفوف فريق الخليج من سيهات وعلي، ولكنها كانت قصيرة بطبيعة الحال حتى سريعا إلى يد عمالقة الدفاع الجزيرة الغنام وأحمد صقر. هذا الغنام وبيصوب ثلاثية من غير مركزه، هذه بعض الأخطاء كابتن عمرو إنه بعض اللاعبين في غير مراكزهم يصوبوا. هو طارق الغنام بيشتهر في مصر إنه بيشوط من المسافات البعيدة رغم إنه لاعب ضيف. أها وبيحرز منها كثير قوي، يعني ممكن نسبته في الخطة 95%. بس يعني معروف من إنه لاعب المحور أو لاعب الضيف أو لاعب الارتكاز مهامه تكون تحت السلة غالبا، يعني هو بيعمل غير المتوقع. فهو بيتوقع إنه ممكن ياخد الكرة من على بوسطة. هنا في الدوري السعودي وليد المدني لاعب نادي أحد أكيد يصوب من الثلاثية رغم إنه طوله يتجاوز المترين ومهامه أكيد. ودي حاجة كويسة إن إحنا نلاقي لعيب ارتكاز طويل ممكن يجيب حاجة ثلاثية كويسة. بس أعتقد كابتن عمرو نعم. إنها تتطلب أو تستوجب على الفريق أن يكون هناك لديه متابعة هجومية فيما لو أهدرت هذه التصوير. ممكن وممكن إن يلاقي اللاعب إن يلاقي إن كل اللعيبة تحت ممسوكين كويس قوي ومش عارفين يتحركوا، فبيضطر إن هو بيخلص الكرة بأسلوب سريع وبسيط عشان يريح لعبته ويريح نفسه. إذن قد تكون طريقة حديثة ممكن. أن يصوت اللاعب البيفوت أو الارتكاز من مسافات طويلة بعيدة. هي ظاهرة قد تكون صحية بشرط أن تجد المتابعة الهجومية فيما لو أخفقت التصوير. الهاروني يخطئ في التسجيل وتعود كرة سريعة للجزيرة. المتقدم هو محسوبة لأنها كانت في حالة نزول، ويا ريت نشوفها من مخرجنا المتألق محمد العوفي. يا ريت نشوف الكرة هذه يا أستاذ محمد العوفي لأنها كانت في حالة نزول ويجب شرحها للسادة المشاهدين. إذا أمكن في إعادة للكرة التي احتسبت أسكور لصالح الجزيرة رغم أنها ما دخلت الحلقة ولأنها كانت في حالة نزول. المولودية يستمر في التحليق المتوالي ويخترق منطقة الجزيرة ولكنها كانت قصيرة على السائح. الفارق بسيط هو سكور واحد يعني نقطتين، 17 الجزيرة مقابل 19 للمولودية. تبديل جديد محمد زين. لاعب عملاق بيغادر الآن أحمد صقر، وهذا بديل له تقريبا حوالي مترين و 12 متر و 17 قريب من طارق الغنام. عملاق ما ادري ايش مركزه. ارتكاز محور ارتكاز. مع طارق دخول من يا سلام يا رمضان رائعه، اكثر من رائعه من ثقافي الهواء واتشكل على نشوف الاعاده نشوفها. هذا من رمضان ملاحظين اكل المدافع واخذ اتحرك في الهواء وأتأقلم مع المربع الموجود فوق السلة وأسجل سكور من أجمل السكورات حتى الآن. تصويبة ثلاثية كادت من فتحي عبد العزيز، كانت حلوة فرقت لها ميلي. هذه كرة السلة، هذه حلاوة كرة السلة، أعصاب حماس إثارة سرعة. الفريقان قمة الأداء في مصر وقمة الأداء في الجزائر. 17-21 المولودية صاحب زمام التقدم حتى الآن. الفارق ليس بالكبير، هو سكورين 4 نقاط أو 4 بونت بنجيبها بكل الجوة حتى يفهمنا جميع السادة المشاهدين سواء في المملكة العربية السعودية أو في غيرها. تصويبة ولكنها أيضا ما تبقى تخش من عبد العال محمد زين. محمد زين هل هو منتقل من نادي آخر أو ابن جزيرة؟ نادي دسوء درجة الأولى، دسوء نادي من أندية المحافظات المشهورة في مصر. أنا أعتبرها تحركات إيجابية من نادي جزيرة أكيد. أن تستقطب مثل هؤلاء النجوم الموهوبة. أكيد. فريق عملاق الجزيرة يملك الإدارة الواعية أيضا التدريب الواعي والكبير أن يستقطب النجوم من الأندية الصغيرة. المستفيد النهائي هو منتخب مصر فيما لو استمرت هذه المواهب في الأندية البارزة وأندية الأضواء إن شاء الله. نشوف الإعادة هذه، شوفوا هاروني، دخول من هاروني، اخترق الدفاع، في فاول على يسعى، في فاول أعتقد حنشوف هل بيغادر محمد كرداني وبيغادر رامي جنيد وبيشارك وائل بدر وخالد حمد. إذن التغييرات مستمرة في الجزيرة. كابتن عمرو
فلسفة بعض المدربين كثرة التغييرات، فلسفة بعضهم الآخر على العكس تماما، أن يستمر بسبعة أو ثمانية لاعبين على أكثر تقدير للمباراة كاملة. ما هو وجهة نظرك في هذه الأسئلة؟ كل مدرب عارف إمكانيات لعبته كويس، وبالتالي بيحاول يستفيد بأقصى لاعبين موجودين عنده وأحسن لاعبين موجودين عنده. الجزيرة بيملك 12 لاعب جاهزين للعب. هذا الحلو، هذا سكور المولودية كان جميل جدا. إيه استمر فالجزيرة عنده 12 لاعبين على مستوى واحد، فلسفة المدرب ان هو بيخلي الجيم كله بيمر على 12 لاعب بحيث ان اللاعبة لا ترها ويكونوا موجودين وجاهزين للأداء في اي وقت. او ما ممكن في مدرب تاني بيلاقي ان عنده 5 أو 6 لعيبة هم دول اللي هم حاسس بيهم ان هم دول اللي هيقدوا معاه، فبالتالي بيهلكهم بالمعنى الاصح او بيجهدهم او انه بيلعبهم طول الجيم، فبيضطر انه في الاخر خلاص. يعني اعتدنا كابتن عمرو انه غالبية الفرق العربية لا تملك الا حدود 5 نجوم على اكثر تقدير، انما السبعة البقية الموجودين في الاحتياط لا يمثلون نفس المستوى في الفريق الاساسي. احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله ويكون عندنا مدربين على مستوى عالي في الدول العربية، تحاول انها تخلي اللاعبين كلها بالكامل على مستوى واحد حتى يستفادوا بهم، متقاربين مع بعض، ويحاول انه يديهم لانه في دول الخليج بالذات هناك فارق بين اللاعب الاساسي والفارق بين اكيد اللعب طبعا الكامل. اكيد احنا حسينا كلنا بالكامل. المولودية لا يزال المتقدم والاكثر حماسا واكثر اختراقا من العمق المصري. هذا عبد الحليم السايح ومسجل الإضافية 2 وحوالي تقريبا 10 سنتيمترات، لاعب عملاق ولاعب خبير يلعب منذ سنوات طويلة في فريق المولودية والمنتخب الجزائري. 26-17 هذا وائل بدر، وأيضا قصيرة على وائل وبيكملها محمد زين بيكمل الكرة الجميلة في سلة المولودية. يعود الفارق إلى 7 نقاط، يعود الفارق إلى 7 نقاط لصالح المولودية. صالح المولودية الذي يلعب بحماس أكبر ويلعب بتكتيك الدخول المتوالي لكسب المزيد من الأخطاء الشخصية على لاعبي الجزيرة. لاعبي الجزيرة حتى الآن ارتكبوا حوالي 6 أخطاء، وبديل الجزيرة جاهز. وما أدري عن اعتراض من نجيم وعلي على الحكم اليوناني بنيوتي الأول مستوفلس اللي هو على اليمين القصير، التصويبة من محمد زين ولكنها قصيرة. أعتقد كابتن عمرو أن معظم تصويبات الجزيرة المصري الخارجية ضعيفة جدا جدا إلى نادرة. هم ممكن يكونوا قلقانين شوية من الجيم ولسه ما دخلوش الجيم بقوة، والقلقانين ممكن يكونوا قلقانين برضو من الفريق الجزائري ودفاعاته القوية. فدي أول تصويبة يمكن تكون ناجحة لفتحي عبد العزيز ومن الجناح الأيمن. شوفوا تصويبة فتحي فوق وبدون ما تلامس الحلقة، وده خبرته عالية جدا، لعبة لعيب خبير في التصويب من الجناح الأيمن والأيسر أيضا الأيسر ونص ملعب ومنتصف الملعب كمان، وبيسجل 22-26. تقلص الفارق إلى 4 نقاط ودخلنا في الدقيقة السابعة من الربع الثاني للقاء العملاقين الجزيرة والمولودية. تايم أوت وقت مستقطع لفريق الجزيرة المولودية الجزائري. إذن الآن الساوي وقت مستقطع للجزيرة ووقت مستقطع للمولودية. الوقت المستقطع لفريق المولودية، ومن حق كل منهما الاستحواذ أيضا على وقت آخر هو الثاني، سواء للمولودية أو الجزيرة، لأنه مسموح في القانون الدولي بوقتين مستقطعين خلال الفترتين الأولى والثانية. إذن المتبقي حوالي 3 دقائق و11 ثانية
اللقاء متكافئ ومتأزم، ليس هذا مستوى الجزيرة، وأيضا في المقابل ليس هذا مستوى المولودية، ونعذرهم لأنه الأعصاب مشدودة جدا، النتيجة حاسمة وحساسة، الفوز يعني صدارة المجموعة الحديدية وائل بدر لفتح عبد العزيز إلى زين ما وائل بدر مرة أخرى دخول، وفي فاول في فاول على رقم 10 من المولودية اللي هو اللاعب الياس شيخي، الياس شيخي اهو شوف الفاول دخول وفاول على الياس شيخي لاعب احتياط شارك لأول مرة في المباراة، الياس شيخي رقمه 10. وهنا تحذير من الحكم اليوناني لمدرب المولودية الجزائري بلال فايد، هم غالبا في المغرب العربي يقدمون اللقب على الاسم اكيد، فمكتوب قدامنا فايد بلال، اي احنا نعرف انه بلال فايد اكيد، فدخول فتح عبد العزيز و الى ولكن كانت قصيره على فتح، ودخول من شيخ محمد زين وبيكملها، والدفاع رائع، دفاع رائع من محمد زين، ليه؟ لانه لعب طويل وائل بدر، والمولودية يلعب بالدفاع الضاغط وهي الطريقة الحديثة لقطع الكرات، سفيان بولاية الحكم بيقول ما في شيء لأنها جاءت من الخصم، جاءت من الخصم، جاءت من الخصم، والحكم بيقول ما فيها شيء، يعني ما فيها باك زون، والباك زون لشرح سريعا هو إعادة الكرة لمنتصف الملعب الخلفي بمعرفة الفريق، ولكن اللي حصل بمعرفة الفريق الخصم. وائل بدر هذا لاعب حكيم جدا، وفي فاول على نجيم وعلي، فاول برميتين لمحمد زين، فاول برميتين على نجيم، نشوف الاعاده، نشوف الاعاده، فاول على 12 في فتحي عكرمي، حنشوف فتحي عكرمي اللي بيشارك لاول مره، هذا فتحي عكرمي رقم 12 شارك بديل عن زميله اللاعب أمين بن رمضان. هناك وقت مستقطع والثاني والأخير للجزيرة في الدقيقة 8 من الربع الثاني، ومدة كالعادة 50 ثانية. أول ما زين يستلمها غنام في أول ما زين يستلمها أنت بتنزل، ليه بقى؟ لان هما شغالين اتنين بيضغطوا على البليمي على وائل، فلو جبنا له كمان واحد يعمل له بتبقى لعبكه، ووائل مش شايف حاجه، انت اول ما تبتدي تعدي وتلاقي الضغط هتديها لزين هنا فوق شويه كده، اول ما هيستلمها زين انت يا غنام تروح نازل وتتحرك تحت كده، فتحي عبد العزيز فين فتحي؟ فتحي انت هتثبت زي اللعبه بالظبط، بس من انتهى الوقت المستقطع الثاني والاخير للجزيره، وهناك ايضا تبديل ثالث وجديد للاعب جديد لم يشارك قبل الآن، وهو نبيل بن سعيد، نبيل بن سعيد ورقمه بالتحديد 6، ويشارك بديلا عن زميله نجيم وعلي، نجيم وعلي. هنا كرمتين جزائية لصالح محمد زين، هذا محمد زين لاعب طويل القامة قوي البنود، يسجل الرمية الجزائية الأولى، يتقارب الفارق إلى سكور ونص، يعني 3 نقاط 23-26 هذه الرمية الثانية والأخيرة، وبيسجلها 24-26، قلنا أن اللقاء كبير، اللقاء متكافئ، سنرى خلال الشوط الثاني بفترتيه الثالثة والرابعة هنرى مستوى أعلى من الفترتين الأولى والثانية بعد أن يدخل العملاقان جو المباراة. طبعا حتى الآن المستوى عادي، ما ادري لو توافقني الراي كابتن عمرو، لا جديد السكور مستوى عادي جدا 13-14 يعني بين 26-24 لم يكن نتيجه ربع واحد وليس ربعين، برضه نتيجه للدفاع على نهايه او مشارف نهايه الربع الثاني او نصف المباراه الاول، والنتيجه بالفعل متواضعه جدا، هناك اعصاب وهناك ميل للطابع الدفاعي على حساب الهجومي. كابتن عمرو، الجميع هنا سواء في الصالة أو على خلف الشاشة الفضية يتمنى أن يرى تسجيل متوالي حلاوة كرة السلة في دخول الكرة السلة للشبكة، لا طبعا دي حاجة أكيد إن إحنا بنشوف، لازم نشوف الكرة في السلة زي ما اللاعب بيحرز هدف في كرة القدم بالظبط، إحنا بنحب نتفرج على اللاعب بيحرز سلة، ولكن اليوم أنا شايف إنه الشح كبير جدا، مش شح، الطريقة الدفاعية الضغطة اللي بيلعبوا بها الفرقتين قوية جدا، تتوقع من حديد ستختلف تماما في الشوط الثاني، أتمنى إن شاء الله، أتمنى عشان نشوف كرة سلة جميلة حلوة تليق بينا كلنا كعرب إن شاء الله. عبد العزيز
فتحي وقطع كرة أكثر من جيدة من هذا الشيخ الياس شيخ. دخول من الياس، يا سلام، حلوة حلوة يا ولد، حلوة، دخول رائع من الياس شيخ. والشك يا ريت نشوفها مرة ثانية يا مخرجنا محمد العوفي. شوفوا الإعادة، لاعب قصير القامة دخل ما بين لاعبين طوال واتشكل في الهواء وحط بطريقة لولبية جميلة وسجل نقطتين جديدة دعمت الفارق إلى 4 نقاط. ودخلنا في الدقيقة الأخيرة من الربع الثاني، الدقيقة الأخيرة من الربع الثاني، 28-24 لصالح المولودية. المولودية سجل أكثر مما أضاع، والعكس في الجزيرة أضاع أكثر مما سجل. ما أدري توافقني فيها يا كابتن عمر، الجزيرة أضاع أكثر مما سجل والمولودية سجل أكثر مما أضاع. برضه لا لا اللاعبين أنا مش عارف قلقانين ليه، و احنا متفقين الاثنين ليس هذا الجزيرة وليس هذا المولودية. لا 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 كتير يعني كتير، احنا كده متوقعين ان كان السكور يوصل لخمسين فوق الخمسين اللي هو نعم نعم مع بعض. نعم لكن كده يعني اقل حاجه 40 اقل حاجه، ولكن اللي امامنا الان 20ات نتيجه متواضعه. الاسكور يوصل ل100 كمان، يا ريت والله حنشوف جيم من اجمل ما يمكن يا رب. انا سامع واحد وراي هنا يقول هي المباراه يد ولا سله. اكيد لغايه دلوقتي هي مباراه يد ولا سله. عموما 28-26 المستوى متقارب جدا والفارق نقطتين واخر نصف دقيقه من نصف المباراه الاول في ربعها الثاني. بولايا وفي دفع من فتحي عبد العزيز، وكان فعلا الحكم صاحي لهذا الدفع، دفع والكره لصالح المولوديه، المولوديه ولكن من الحد الجانبي، الحد الجانبي لانه الفاول ارتكب بعيد عن منطقه العمليات الداخليه. عكيرمي، فتحي عكيرمي اخرج الكرداني، تستمر ال 24 ثانيه، مضى منها 3 ثواني. هناك شرح مختصر لقاعدة ال 24 ثانية، وهي أن يمنع الفريق أن يستحوذ على الكرة في كرة السلة الأكثر من 24. يا سلام عليك يا سفيان، الحكم بيقول ما فيها شيء. ليه؟ لأن لمست الحلق، لمست الحلق ما فيها شيء. الحكم أيضا مفتح عينه على الكرة دي رغم الاعتراض، قرار سليم من الحكم، القرار سليم واعتراض جماعي من المولودية. بيقول إن السكور محسوب رغم أنه ما دخل زي ما حصل في الربع الأول لصالح الجزيرة، ولكن هنا الوجه مختلف تماما لأن لمست الحلق. وانتهى الربع الثاني ونصف المباراة بالتعادل العادل، أكيد 28-28. أعزائي المشاهدين، أعزائي الرياضيين، فترة توقف وراحة لمدة حوالي 15 دقيقة لأداء صلاة المغرب والاستعداد للشوط الثاني. ألف شكر للكابتن عمرو عبد الظاهر. شكرا. ما كل وهران مش مقبولة دي؟ يعني مش
سجل Thank you.
الشريك الخالي. بشوف لعبد الرحمن شاهين موجود، اشوفه في الجوال، اشوفه في الجوال. هذا مين اللي اتصل بي والله ما ادري. ما باقي الا دقيقة واحدة. تعال اجلس يا أسامة، اجلس 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 أسامة اجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أعزائي الرياضيين، عودة مرة أخرى لاستكمال الشوط الثاني للقاء العملاقين الجزيرة المصري ونظيره المولودية الجزائري في ثالث أيام البطولة العربية 17 لكرة السلة للأندية الأبطال، والتي يستضيفها نادي الاتحاد هنا على صالة الشباب بمدينة جدة. الشوط الأول بفترتيه الأولى والثانية انتهى بالتعادل 28-28 تعادل، وبدأ الشوط الثاني بفترته الثالثة. خماسي الجزيرة، فتحي عبد العزيز، وطارق الغنام، محمد الكرداني، ومحمد زين، والبدر في المقابل يمثل المولودية الجزائرية فتحي عكرمي وعبد الحليم السايح، سفيان بولايا، ونبيل بن سعيد، وأخيرا الياس شيخي. طارق الغنام يحاول للمره الثانيه ويفشل في تسجيل التعادل. 28 للمولوديه و 32 للمولوديه، 32 للمولوديه، 32 للمولوديه مقابل 28 للجزيره المصري. المولودية صاحب زمام التقدم أكثر من مرة، سجل 32-28، أضاع الجزيرة أكثر من ثلاث هجمات، ولا يزال الجزيرة مرتبك في اقتحام المنطقة الجزائرية. الفريق الجزائري متحمس، صاحب نزعة هجومية، في المقابل لا يزال الارتباك هو طابع أداء الفريق المصري. الجزيرة هنا كرمتين جزائية لطارق الغنا، يهدر الرمية الأولى طارق، ونتيجة كما هي فارق 4 نقاط لصالح المولودية، 4 نقاط. وهذه الرمية الجزائية الثانية، وأيضا الأولى قصيرة والثانية طويلة، ويهدر طارق رميتين فريقه في أشد الحاجة إليها. 28-32 لصالح المولودية. دخول من سفيان، تصويب من نبيل بن سعيد، وخاطئة من نبيل لاعب طويل القامة، أيضا احترف في الدوري السعودي قبل فترة وفي نادي الخليج بالتحديد.
إذن نادي الخليج السعودي هو صاحب الرصيد الأكبر من اللاعبين المحترفين الجزائريين. الحكم بيقول ما فيها شيء وبيع فعلا ما فيها شيء لأنه فقد الحيازة. في فاول في فاول في فاول هجومي على 11 دفع على 11 اللي هو وائل بدر. وائل بدر هذا اللاعب المعار من نادي الزمالك لشقيقه نادي الجزيرة المصري، ولا يزال طابع أداء الجزيرة ضعيف ومتوتر. يسعى كلاهما لصدارة المجموعة الصعبة. يضيف عبد الحليم السائح، يضيف النقطة أو الفارق ست نقاط، الفارق ست نقاط، يضيف النقطة 34. يا سلام وائل بدر لاعب متمكن. كرداني، دخول من كرداني وتصويب، وبيكملها طارق الغنام. مترين وسبعة عشر شيء. لاعب متمكن. يا سلام، شوفوا عبد الحليم السائح في غفلة من دفاع الجزيرة، ينطلق عبد الحليم السائح من الجناح الأيمن ويسجل، وعن طريق الدنك كانت جميلة جدا من عبد الحليم، ويدعم الفارق إلى ستة نقاط 30-36. فتحي عبد العزيز ممتاز يا فتحي، ولكن بيتابعها طارق الغنم وبيسجل 32-36. بدأ الجزيرة ببطء يدخل جو المباراة. شوفوا طارق الغنام بيعمل ايه، لاعب يتمركز، وتبديل للجزيرة في الدقيقة الثالثة من الربع الثالث. بيغادر محمد زين وبيشارك نفس المركز احمد صقر. احمد صقر بديل عن محمد زين. بولايا سفيان للسايح، دخول من عبد الحليم، وفي فاول على احمد صقر. فاول على 9 من الجزيرة احمد صقر. نشوف الاعادة، نشوفها. هذا احمد صقر حجز اللاعب المهاجم، واللاعب كان عبد الحليم السائح. لا يزال الجزيرة المولودية. يا سلام شيخي، او الياس شيخي، لاعب يشارك لأول مرة في هذه المباراة، لم يلعب المباراة السابقة. كرداني إلى فتحي عبد العزيز، دخول من فتحي إلى وائل بدر. وائل لطارق الغنام، أتردد وائل بدر، فتحي عبد العزيز، تصويبة بعيدة قصيرة، حاول طارق الغنام استحواذ عليها ولكن منعه بن سعيد. وهذا السائح فاول على وائل بدر، وأعتقد أنه فاول متعمد أو خطأ السلوك الغير رياضي. خطأ السلوك الغير رياضي، رميتين واستحواذ. شوفها، وفعلا فعلا كان متعمد إيقاف اللاعب والبطيء. والشكر لمخرجنا محمد العوفي، كان إيقاف متعمد من الدفاع ورميتين واستحواذ. حنلاحظ أن المنطقة الآن حتكون بدون أي مدافعين، المنطقة حتكون بدون أي مدافعين. رميتين، هذا عبد الحليم السائح وبيصوب، ولكنها كانت قصيرة قصيرة، أهدرها. 36-32، 4 نقاط الفارق، ليس بالفارق الكبير، ولكن مستوى الأداء العام حتى الآن للجزيرة ضعيف جدا. ليس هذا الجزيرة المصري، بطل مصر الذي نعرفه. وهذه الرمية الثانية يسجلها عبد الحليم السائح، وأصبح الفارق 5 نقاط، 37-32. عكرمي، فتحي عكرمي، صانع العاب المولودية، بيصور من ثلاثية وبيسجل، بيسجل أول ثلاثية لفتح عكرمي. بدأ مدرب المولودية بلال فايق في اتباع طريقة الضغط ملعب كامل رجل لرجل، طريقة حديثة في لعب كرة السلة، أن يضغط الفريق ملعب كامل لإيقاف تحركات الفريق المنافس. وفاول على بن سعيد، فاول على نبيل بن سعيد، رقم 6، ضرب ورميتين، رميتين جزائية لصالح الجزيرة المصري. نشوف الإعادة، نشوف الإعادة. هذا التمويل لطارق الغنام، وشوفوا بن سعيد أعاق طارق الغنام، ورمتين جزائية لصالح طارق، بيسجل الأولى 40-33، 7 نقاط الفارق، 40-33، 7 نقاط، وبيسجل طارق الثانية، صاروا 34-40. دخلنا في الدقيقة الرابعة من الربع الثالث. اللقاء حمام وحساس ومتكافئ ومتوتر، والكفتان على قدر كبير من التكافؤ والتقارب. نتيجة هذه المباراة تهدي الفائز صدارة المجموعة الحديدية الثانية. فاول على طارق الغنام، فاول على طارق الغنام، كان دفع ورميتين، رميتين جزائية،
من الحكم اليوناني. شوف الإعادة، فاول واضح على طارق الغنم من الحكم مستوبوليس من اليونان. حكمان محايدان يخوضان اول تجربة لهما في البطولة، وصلا امس في اليوم الثالث، هذا هو اليوم الثالث للبطولة العربية 17 لكرة السلة عند الأبطال ستيف والنادي الاتحاد هنا في جدة بمشاركة 11 دولة. يسجل النقطة واحدة سجلت والأخرى مهدرة، 41-34. وائل بدر هذا اللاعب متمكن، ولكن التمرير كان قصير، وإلى بن سعيد وقصيرة، متوتر جدا بن سعيد، متوتر جدا بن سعيد، وترتد لحم الصقر إلى فتحي عبد العزيز. فتحي جناح الجزيرة الأيمن، دخول من وائل بدر ولكن كان أناني في هذه الكرة، دخول من الياس الياس شيخي، وترتد إلى كرداني، وفاول على فتحي عكرمي، فاول على فتحي عكرمي رقم 12. مسك والكرة للجزيرة، تبديل بيشارك مرة أخرى، نشوف الإعادة للفاول. شوف الفاول واضح على فتحي عكرمي، واضح في تبديل بيشارك صانع العرض الجزيرة الأول رامي جنادي أو رامي طلعت جنادي ابن المدرب المعروف ورئيس جهاز الرياضة في مصر العربية الكابتن طلعت جنادي، في فاول على بن سعيد، فاول على نبيل بن سعيد، والكرة لصالح هذا الفاول، نشوف كيف اندفع ضد المهاجم، وفاول على المولودية. الآن المولودية بهذا الفاول ارتكب الخطأ الرابع، كان فريق مجموع يعني، وأي فاول حيرتكب المولودية الآن سيكون هناك تصويت برمتين جزائيتين لصالح الجزيرة. كرداني إلى جنادي، دخول من فتح عبد العزيز، تمويل لكرداني مرة أخرى، ودخول هذا طارق الغنام، وبيصوب وفاول على عبد الحميد حليم السائح، فاول على عبد الحليم لا على، حنشوف الإعادة لأنه اللاعبين متقاربان في الطول، حسبها على رقم 6 اللي هو نبيل بن سعيد. إذا الأخطاء توالت على نبيل بن سعيد، وبيغادر نبيل بن سعيد المباراة بالفاول الخامس، بالفاول الخامس رغم قصر مدة مشاركة هذا اللاعب، ولكن فاولاته كثيرة جدا وغادر. هذا مدرب الجزيرة أحمد مرعي، و الكرة رميتين جزائية لصالح طارق الغنام، هذه يمكن حوالي رابع رميتين جزائية لطارق الغنام، وبيصوب الأولى وبيسجلها. لاعب خطير جدا، ويعتبر تقريبا نجم مصر الأول والنادي الأهلي المصري، بيسجل الأولى 35-41. لا يزال الجزيرة هو المتأخر، والثانية كانت طويلة، بتغادر ومهدرة 35، الفارق 6 نقاط، الفارق 6 نقاط لصالح المولودية الجزائري. بيجهز مدرب الجزيرة لاعب للمشاركة، نشوف مين هو. في فاول على دفاع الجزيرة على 6 جنيدي، على رامي جنيدي، على رامي جنيدي، فاول على رامي جنيدي، حنشوف فين اشترك معاه فعلا، وهو في حالة تصويب اشترك معاه، حنشوف فيها تصويب، نعم فيها تصويب. اللي غادر محمد الكرداني، واعتقد انه تغيير موفق من المدرب، لانه كرداني لم يقدم اي شيء في هذه المباراة، وبيسجل رقم 7 في المولودية اللي هو اللاعب اعراب آية قاسي، وهو لاعب ايضا يشارك لاول مرة، اعراب آية قاسي بيسجل الرمتين 43-35. كالعادة أعزائي المشاهدين الأعزاء الرياضيين، يشاركنا المدرب الوطني السعودي من نادي الاتحاد عبد الرحمن شاهين. عبد الرحمن الكفتان متقاربتان، وإن كان المولودية هو صاحب زمام المبادرة والتسجيل، هل هذا هو الجزيرة المصري، وماذا تتوقع للفترة الرابعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجزيرة اليوم أتوقع أنه هو تحت ضغط كبير، خصوصا أنه فريق المولودية بيأدي دفاع جدا قوي، متفوق على فريق الجزيرة دفاعيا، كيف من هذا من هنا ما هو يعني فريق الجزيرة ما هو قادر يأخذ فرص اللي يقدر يسجل منها كرة. نلاقي مدرب المولودية بيغير لعيبة كثير بحيث أنه يحافظ على مستوى الدفاع عنده. الان لو لاحظنا يعني نلاحظ عبد الرحمن هناك اكثر من 4 لاعبين احتياط في المولوديه، ولا يزال المولوديه هو
المتقدم. والخامس اللي طلع، اللاعب الخامس اللي طلع بالخمسة أخطاء يعني، اللي هو لاعب ايوه غير كل اللاعب عندهم ما عدا وقت الحليم اللي يمكن مستمر لحد الآن، ما باعتباره البيفوت الأول في الفريق بالفعل. ولكن هناك نفيل هاروني برا، سفيان برا، بن رمضان برا، معظم اللاعبين والنجيم وعلي برا، كل القوى، ولكن لا يزال هو ايضا المتقدم بالفعل. على العكس من نجد ان فريق الجزيره انه اللعيبه الاساسيين موجودين في وسط الملعب، طبعا هذه ممكن انها تفرق بالنسبه لفريق المولوديه في الربع الرابع. المولوديه تستخدم الخش بكل قوته بالنسبه للمولوديه باللعيبه الاساسيين المولوديين. طبعا هذا اتوقع انه هذه طريقه جيده وذكيه من مدرب المولوديه. في المقابل انه فريق الجزيره ما هو عارف يتعامل مع المباراه، اتوقع انه في خلل في الناحيه الهجوميه، خصوصا انه ممكن يكون طارق الغنام، وبالنسبه لوائل اللي هو اللعيبه المعارين اتوقع انه ما في التفاهم، ما في الانسجاميه، ما في توقيت، واحد من اهلي واحد من الزمالك، فاتوقع انه هذا الاسباب. وقت مستقطع هو الاول في الربع الثالث لصالح فريق الجزيره، وطبعا وقت مستقطع تورى لي انه في مكانه الوقت المستقطع جاي في مكانه، لانه الجزيره فاقد لتوازنه، والاحتياط المولوديه لا زال متالق ويقدم مستويات اكثر من رائعه لكسب هذا اللقاء الحساس والمهم لصداره المجموعه الحديديه الثانيه. انتهى الوقت المستقطع. عبد الرحمن، ماذا تتوقع في الثلاث دقائق الاخيره من الربع الثالث؟ يعني هل تكون هناك انتفاضة للجزيرة أم يستمر المولودية في التعامل أو التعاطي الإيجابي مع المباراة؟ أنا أتوقع أنه ممكن مدرب الجزيرة الآن يغير طريقة دفاعه من رجل لرجل لدفاع المنطقة، لأنه الظاهر من لاعبي فريق المولودية ما عندهم الشوتر أو المصوب اللي يسجل تصويب من خارج المنطقة، ولازم كمان يحاول أنه قدر المستطاع أنه يتحول من الدفاع للهجوم سريع، يلعب على الفاست بريك لانه هذه الوسيله الوحيده. لكن لو انه حاول انه يلعب على خمسه على خمسه وسط ملعب هيكون صعب، لانه فريق المولوديه دفاعيا متفوق كثير، وهذا الشيء اللي بنعكس عليه هجوميا، يعني بدافع كويس بنعكس عليه بهجوم، حتى لو ضيع كوره او كورتين ولكن النهايه عارف انه هو ممكن يدافع كويس وممكن حيسجل كويس. الان اهو اتوقع انه ممكن يبدا اختراق المنطقه واعتماد على اللاعبين الطوال داخل المنطقه. عوده الى مجريات اللقاء، استمر معنا عبد الرحمن. اخر ثلاث دقائق من الفتره الثالثه، ولا يزال المولوديه هو المتقدم 45-39، الفرق 6 نقاط، رغم انه ثلاث ارباع فريق المولوديه يشارك بالاحتياط، ولكن لا يزال هو المتقدم، واكثر من علامه استفهام حول مستوى الجزيره بطل مصر والمدجج باكثر من 10 نجوم واثنين من المعارين من الاهلي المصري والزمالك المصري. عبد الحليم السائح قصيره تصويبه الى طارق الغنام، الى فتحي عبد العزيز، فتحي الى جنيدي، رامي جنيدي الى فتحي عبد العزيز في الجناح الايمن، يحاول الدخول وفعلا يحاول ايجاد ثغره، تمويل الى اقصى الجناح الايسر، تصويبه من رامي جنيدي قصيره كالعاده ترتد الى دفاعات المولوديه في مسك. الحكم بيقول ايش؟ رجول اللاعب. إذن ارتطمت الكره بساق لاعب الجزيره، اشوف الان بساق لاعب الجزيره، اعتبرت مخالفه وبيسجل المولوديه، بيسجل المولوديه نقطتين 47-39، اصبح الفارق 8 نقاط. الجزيره يعتبر الزمن المتبقي له بالنسبه له يرى ان الوقت سريع جدا، والعكس المولوديه يجد ان الدقائق المتبقيه بطيئه، يريد ان يخرج من الربع الثالث بتقدم جيد. بيغادر اللاعب رقمه كم؟ نشوف عبد الرحمن رقمه 8 في الجزيره اللي هو خالد احمد، وبيعود محمد الكرداني. محاولات من مدرب الجزيره لتدعيم الخلفيه الدفاعيه بوجود محمد الكرداني، بعد ان ما نقول يعني بعد المستوى الضعيف جدا اللي قدمه في النزعه الهجوميه، ولكنه صاحب دفاع افضل. هذا احمد صقر ورميتين لاحمد صقر وبيسجل 41-47، اصبح الفارق 6. ومستوى الاداء عبد الرحمن ذكرنا مع الكابتن عمرو الحكم المصري المرافق، المستوى العام للمباراه كم نسبته؟
والله اتوقع انه 80 الى 90% مستوى عالي خصوصا من الناحيه الدفاعيه من فريق المويديه هجوميا. عبد الرحمن الا ترى ان النتيجه متواضعه جدا في الاربعينات ونحن على نهايه الربع الثالث؟ ايوه هذا يعني نتيجه المباراه تعكس مدى قوه الدفاع اللي بيأدوه اللاعبين في المباراه. تعتبر الفريقين تعتبر مباراه اليوم مباراة دفاعية بحتة، يعني يغلب فيها الطابع الدفاعي على الطابع الهجومي للفريقين، قوة دفاعية. فريق الجزيرة ما هو يعني ما هو قادر يتعامل مع ظروف المباراة بالشكل الصحيح، المفروض يبدا يلعب بقوة. إذا ضافت إلى سوء الطالع الملازم للجزيرة في التصويبات البعيدة. بالفعل يعني احنا الآن ما شفنا غير واحدة اللي هي تصويبة ثلاثية اللي سجلها فتحي في الربع الثاني، إلى الآن هذه الوحيدة اللي سجلها فريق الجزيرة مقابل فريق المولودية يمكن كان مسجل خمسة ثلاثيات، عارف منها ثلاثة بالرابع، وهذا أيضا ثلاثية جديدة من بو خلافي، مراد بو خلافي رقم خمسة. أنا شخصيا عبد الرحمن نشوف الثلاثية معادة رائعة من بو خلافي، واللي مستغرب له عبد الرحمن ويستغرب له الجميع هنا سواء في الصالة أو خلف الشاشة الفضية أن احتياط المولودية هو الذي يلعب أمام أساسي. شوف شوف المرتدة هذه لشيخي الياس شيخي، هذه فارد بسلة وفي فاول، في فاول اعتقد انه متعمد على 14 محمد الكرداني، يمكن ما لحقته اللقطه ولكن الحكم احتسبه ضد الكرداني. فاول سلوك غير رياضي على محمد الكرداني في رميتين واستحواذ لصالح المولوديه. جميع ظروف المباراه لصالح المولوديه، اتخطى حاجز الخمسين 54-41. اصبح الفارق كم عبد الرحمن؟ حوالي تقريبا 13 نقطة، فارق كبير جدا لصالح المولودية الذي فرض سيطرته الشبه تامة على المباراة وبلاعبين الاحتياط بعد أن أبقى أربعة من الأساسيين في مقعد الاحتياط وبيشرك الصف الثاني. هذا جمهور الجزائري الموجود في الصالة وسعيد جدا طبعا بهذه النتيجة الغير متوقع بأن يكون متوقع أن يفوز المولودية ولكن ليس بهذا الفارق الكبير. هناك فترة رابعة عبد الرحمن، هل تتوقع أن ينتفض الجزيرة أم يستمر في هذا الخمول؟ اللي لحد الآن ظاهر على فريق الجزيرة يعني بآخر كورة هذه، تخيل لو أنه تخيلنا أنه أربع لعيبة ضد لاعب واحد، أتوقع أنه فريق الجزيرة اليوم فاقد لتوازنه. ما هو فريق الجزيرة خصوصا يعني في الفترة الثالثة، يعني هل يحتاج مثلا لضابط إيقاع؟ هل يحتاج لصانع ألعاب؟ هل يحتاج مثلا لاحتياطه جاهز؟ قامت جاهزة، جميع الظروف مؤاتية للجزيرة ولكن يلعب بمستوى ضعيف جدا جدا. أتوقع أنه مدرب الجزيرة مفروض أنه يتعامل مع المباراة، يلعب باللاعبين الجزيرة الأساسيين، ممكن يعني يستغني عن طارق الغنام ويستغني عن اللعيبة المعارين للفريق بحيث أنه يرجع التفاهم بين الفريقين خصوصا من الناحية الدفاعية. الآن شاهدناه دفاعيا فريق الجزيرة منهار دفاعيا، هذا الشيء بينعكس على الفريق مهما كان هجوميا في العودة لحماية المنطقة. في المقابل نجد أنه فريق المولودية متحمس هو هذه الكرة معاه الآن بعد ما سجل الرميتين الجزائية، الآن الفارق وصل إلى 15 نقطة، 15 نقطة ممكن يزيد الفارق الآن خصوصا قاسي إعراب آية قاسي وعبد الرحمن عبد الحليم سايح. المولودية يلعب بحماس غير عادي، والسايح ودخول وتمويل وكادت من بو خلافي لكنها تعود لفتح عبد العزيز سريعة في الجناح لمين وتصويبة ثلاثية وينتهي معها الربع الثالث، ينتهي معها الربع الثالث بتقدم كبير للمولودية الجزائري الذي أصبح قاب قوسين من صدارة المجموعة الحديدية الثانية. الفترة الثالثة النتيجة فيها 41-56، فارق كبير جدا عبد الرحمن لصالح المولودية، وأكثر من علامة استفهام حول مستوى الجزيرة المصري سواء في لقاء الأمس أمام أحد والذي كاد أحد أن يكتب النتيجة لولا فارق الثواني القاتلة التي أضاع فيها أحد أسكور الفوز. الآن الجزيرة المولودية يثبت أن هناك خلل كبير جدا في ممثل مصر الأول فريق الجزيرة المدعوم بجميع مقومات الفوز من خبرة وقامة وبديل واستعداد، وفي المقابل هذا المولودية وبالصف الثاني يلعب بمستوى أكثر من رائع ويصل إلى سلة الجزيرة ويدعم الفارق إلى
15 نقطة إلى 15 نقطة، فارق كبير جدا، فارق كبير جدا. الجزيرة لو خسر هذا اللقاء قد يحتل المركز الوصيف في المجموعة، ولكنه سيتأهل قد يخرج وقد يغادر لو فاز أحد على المولودية يغادر، لكن الجزيرة فايز على بس هو حيكون هناك فارق النقاط بينهم، فارق النقاط بين المولودية حيكون هو فائز على الجزيرة. طبعا هذه الحسابات كان هناك فارق كبير يعني في مباراة اليوم. عموما لن نسبق الأحداث، هناك لقاء، أربع لقاءات أعزائي المشاهدين أعزائي الرياضيين غدا إن شاء الله يوم الاثنين، أربع لقاءات هو أكثر رصيد للمباريات في البطولة يوم غدا الاثنين. سنبدأ في الثانية ظهرا، وللتذكير سيلعب بن النجار اللبناني أول مباراة له في البطولة في يومها الرابع، إذن أصيب بالملل هذا الفريق وهو ينتظر مباراته الأولى. سيلعب اللقاء الأول في الثانية ظهرا مع فريق الأولمبي السوداني في المجموعة الأولى، ثم يلعب الجيش السوري لقاء القمة أو تحديد المصير للتأهل أمام نظيره الحالة البحريني. لقاء حيكون قوي جدا بين الحالة البحريني والجيش السوري غدا إن شاء الله في الرابعة والربع عصرا. أيضا اللقاء الثالث والمهم جدا جدا في المجموعة النارية سيلتقي فيه مولودية الجزائر مع نظيره فريق أحد السعودي في الساعة السادسة والربع عصرا، ويلعب الجزيرة المصري في الساعة الثامنة مساء أمام الفاسي المغربي لقاء سهلا. إذن للتذكير هناك أربع مباريات مجتمعة غدا. هذا بوخلافي يضيف نقطتين جديدة للمولودية ويصبح الفارق 17 نقطة 58-41. فاول على فتحي عكارمي. لو لاحظنا استاذ وهيب الان سيطرة من فريق الجزائر المولودية على السلتين في الهجوم وفي الدفاع، اخر كرة هذه انشاتت ورجعوا سلمت الكرة وسجلوا منها نقطتين. طبعا هذه اوراق الان لصالح مدرب المولودية بلال فايد الذي عرف كيف يتعاطى مع مجريات هذا اللقاء المهم جدا. فتحي عبد العزيز بيغادر، واعتقد شارك مكانه في اقصى الجناح هناك رقم 8 اللي هو اللاعب خالد في اعتقد فاول. حنشوف لا في كره بدوين حيكون هناك المؤشر على اقرب الطاوله لصالح فريق المولودية. هذا ايضا اللاعب رقم 9 رضا زرداني، رضا زرداني معظم لاعبي المولودية من الصف الثاني الذين لم يشاركوا في الربعين الاول والثاني. زرداني الى عكيرمي، دخول من فتحي وتصويب، يا سلام بوخلافي، مراد بوخلافي يضيف نقطتين. شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة، بوخلافي ونقطتين للمولودية ويتوسع الفارق إلى 21 نقطة. 19 الآن يسجل الجزيرة، يسجل الجزيرة و43 مقابل 60. عودة لطارق الغنام، عودة لطارق الغنام، واعتقد انه بديل حيكون لمين؟ حنشوف بديل لمحمد زين. محمد زين بيغادر ويحل مكانه طارق الغنام في مركز البيفوت او المحور. عبد الحليم السايح هو اللاعب الاساسي الوحيد في المولودية المستمر مع الصف الثاني. عكيرمي الى قاسي وتصويبه ومحاولات ما نجحت، ترتد لكردان الى وائل بدر، دخول من فتح من خالد احمد وفي فاول، في احتكاك ما بين ابو خلافي ومحمد الكرداني. شوفوا الاحتكاك، شوف هنا صار احتكاك ما بين ابو خلافي والكرداني في، وحنشوف قرار الحكم، حنشوف قرار الحكم، صار احتكاك بين الاثنين وان شاء الله اخوان هدأوا الموقف. رميتين لصالح الجزيرة المصري، الفاول على الان الحكم اليوناني بيقول انه بيمثل يعني اللاعب، بيقول انه اللاعب اللي هو الكردان اللي مطاح في الارض يعني المولودية الجزائري، لاعب اللي هو رقم خمسة بيقول انه هو يمثل يعني كان بيمثل يعني. اذا الفاول كان على بوخلافي،
والرمية الثانية الجزائية لصالح الكرداني. بيسجل الكرداني الرمية الجزائية الأولى، ولكن الفرق كبير 44-60. أنا أستغرب أنا كرداني محمد الكرداني من اللاعبين اللي دائما بيكونوا هادين في وسط الملعب، اليوم نشاهد أنه اليوم جميع لاعبي الجزيرة ليسوا في مستوى المباراة، وفي فاول على المولودية 14 ورميتين، الفاول على رقم 14 اللي هو عبد الحليم السائح. استاذ وهيب لو لاحظنا انه لو طلعنا في اللوحه بنلاقي انه فريق المولوديه عليه فاولات كثير، يعني 8 دقائق ما هو بالوقت القليل، الفارق 16 نقطه، ممكن في خلال دقيقتين 3 دقائق ممكن نجي هذا الفارق، يعني فريق زي الجزيره. بس طابع الاداء يا عبد الرحمن، طابع الاداء جميع لصالح المولوديه، الجزيره فقد توازنه تماما، حتى الرميات الجزائيه السهله مهدى بالفعل يضيع الصقر. اللاعب الدولي رميتين جزائيه لصالح الجزيره، والجزيره في اشد الحاجه لاي تسجيل. 44-60 عكيرمي، وتصويبه ثلاثيه من رضا زرداني. رضا زرداني، شوفوا رضا، وبدون اي دفاع، بدون اي دفاع من الجزيره يصوب رضا ويسجل 63-44. المولوديه على مشارف صداره المجموعه الصعبه، هذا صقر وكالعاده، ولكن بيحاول لتكميلها، وفاول على رضا، فاول على رضا زرداني من المولوديه الجزائر. ضرب ورميتين، رميتين للجزيره. يحاول صقر ان يتدارك ما يمكن ان يتداركه من هذا المستوى الضعيف جدا للجزيره، والذي اراق ما وجه الكره السله المصريه اليوم، ونقولها طبعا بكل حياد لانه ليس هذا هو الجزيره المصري اللي نعرفه. والمولوديه وبكل جداره وباربع لاعبين من الصف الثاني باستثناء عبد الحليم السايح يواجه اساسيون او اساسيي الجزيره. هذا احنا الصف، وهذه الرميه الجزائيه الاولى، وكالعاده مهدى، الاعصاب منفلته منهاره تماما في الجزيره، حتى الرميات الجزائيه تهدر، قصيره كانت، وهذه الثانيه والاخيره، وبيسجلها. و45 63 الفارق كم عبد الرحمن؟ 45-63، 18 نقطه، فارق كبير، فارق كبير، دخول السايح وقطع للكره من صقر وائل بدر، هذا وائل بدر يتشاور مع زملاء، ودخول من صقر. اللعب فردي، لعب الجزيره فردي تماما، خمسه فاول ورميتين، خمسه هو اللاعب احمد مراد بوخلافي، شوفوا الفاول على مراد بوخلافي، واضح الدخول بطيء، الفرديه هي طابع اداء الجزيره المصري. اخر 7 دقائق من المباراه والفارق 18 نقطه، واحمد الصقر وبيسجل الاولى. المشكله سوهي في فريق الجزيره انه فريق المولديه بيرتكب اخطاء كثيره، لو لاحظنا اغلب لاعبي المولديه يعني كلهم عليهم فوق اخطاء شخصيه. لو حسب حنحسبها، هذه 4 و4 8 19 فاول على المولوديه، 13 يعني هو ما هو مستغل الاخطاء هذه، ما بتترجم لانه بياخذ رميتين. لا يتعامل الجزيره مع اللعب، في فاول على عكيرمي على فتحي، الخطا الخامس، الخطا الخامس على فتحي، حنشوفه حنشوفه، شوف الدخول كيف داخل صقر، وعكيرمي ارتكب عليه فعلا في خطا. يعني اتوقع انه الاداء الفريق الجزائري يعني ما في اي شيء بسهوله، اذا كان اللاعب فريق الجزيره يبي يسجل سكور يسجلها بعد كل عناء وصعوبه، يعني ما بدي له فرصه ويسجل انه بسهوله. طبعا هذا الشيء ساعد انه ينجحوا فيه، انه طبعا بيضيعوا فريق الجزيره، بيضيعوا الرميات الحره اللي المفروض انها ما تضيع من لعيبه زي فريق الجزيره. الان هذا لاعبين من المولوديه اثنين خرجوا بالخمس بالاخطاء الخمس بالفعل، يعني زي ما سبق قلنا انه الاخطاء الشخصيه على فريق المولوديه هي اكثر، وهي هذا الشيء اللي انعكس على اداؤه ايضا انه يسجل نقاط. يعني الان لو لاحظنا صقر الان 6 رميات مصوب مسجل منها واحده،
لكن في حالة لو انه اخذ سجل الست رميات كلها كان الفارق حيقل اكيد حيوصل لي شيء. الان 48-63 لصالح فريق المولودية. وهذا كمانس هذا السائح والسائح بيسجل. ودفاعات الجزيرة مفككة شوفوا منفرد. هندل على ايه؟ انه دفاعات الجزيرة غاية في التفكك والفردية. احمد صقر وتمويل لفتحي. محاولة لأحمد صقر مرة أخرى دخول متردد. الفريق المصري في أسوأ أحواله حتى التمرير مقطوع. أسوأ مستوى لفريق الجزيرة المصري يقدمه الآن أمام المولودية الجزائرية. فارق الحماس كبير، فارق أيضا الجماعية كبير. هذا هاروني حل بديل من زميله عكيرمي. والكرة لا تزال للمولودية، الكرة للمولودية. هاروني لي اللاعب رقم كم حنشوف؟ 9 رضا. ايضا هناك تبديل سيشارك رامي جنيدي، سيشارك رامي جنيدي. حنشوف بدل مين. شوف الفاول، شوف الفاول اللي صار. فاول على كرداني، واضح على كرداني. بيغادر وبحل مكانه جنيدي في صناعه اللعب. فريق فاقد لهويته تماما الجزيرة المصري. فاول على كرداني مرة أخرى. يعني هذا أعتقد أنه الفاول الثالث على الثاني. هذا كرداني حشو. شوف كيف دفع المهاجم، دفع المهاجم. فاولين على كرداني. هاروني الآن بيخطط لامتصاص آخر 5 دقائق من المباراة. المولودية يجد أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، ونجحت إلى حد كبير. وفاول على الجزيرة، فاول على الجزيرة. هنشوف الفاول على مين. على جنيدي، على جنيدي رقم 4، لأنه كان دفاعه متحرك، دفاعه متحرك. وأعتقد في رميات، هنشوف هل هناك رميات جزائية أو من الحد الجانبي. هنشوف، أعتقد أنها من رميات، رميات. لا يمكن ما هو واضح العلم من هنا عندنا عبد الرحمن. لا 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 لا، يعني هل في علم من حد جانب؟ اذا لم يرتكب الجزيرة حتى الان مجموع اكثر من 4 اخطاء متتالية. رضا السايح او عبد الحليم السايح الى اعراب آية قاسي، يعني اسمه غريب شوية وصعب شوية. هذا اعراب آية قاسي الى هاروني، وثلاثية من هاروني قصيرة تخرج الى خارج الحدود لصالح الجزيرة. نلعب في الدقيقة 5 من الربع الأخير، من الربع الأخير. والفارق كبير لصالح المولودية الذي يتربع الآن على صدارة المجموعة الحديدية الثانية للبطولة العربية 17. أحمد صقر إلى جنيدي إلى فتحي عبد العزيز، بيحاول من ثلاثية كالعادة. كل التصويبات مهدرة. أعتقد في فاول، حيشوف على مين، على مين، على 5، على 5، 5 أحمر، على اللاعب رقم 5، 5 أحمر اللي هو مراد بوخلاف، على مراد. والله لو شفناها بالبطيء يا مخرجنا يا محمد يا عوفي، يعني نقرر إلى حد كبير مدى صحة هذا الفاول، إذا كان بالإمكان من مخرجنا محمد العوفي، لأن الفاول ده حنشوف الفاول ان شاء الله. هذا الفاول، شوف معي عبد الرحمن، كانت في تصويبه. و الحكم بيقول انه بوخلافي ضرب المهاجم بكوعه، ونحترم قرار الحكم. اذا الكره لا تزال لصالح الجزيره. جنيدي لمين، محاصر، ولكن بوخلافي بالمرصاد ضد احمد صقر، ويستحوذ على الكره الى هاروني. المولودية يا استاذ وهيب لو لعبوا طول الدورة بالمستوى هذا حيكون من الصعب الهزيمة. اتوقع انه يلعب بجماعية واروح. بالفعل تفاهم كبير، اداء دفاعي جدا عالي. الفريق بيلعب، يعني حتى اللاعب الاحتياط. ثلاثية من امين بن رمضان يؤكد تفوق، قد لا نقول فوز نهائي، ولكن هناك 4 دقائق متبقية. 20 نقطة الآن، الآن يعني 20 نقطة، فارق يعني كبير كبيرة جدا. فريق 48 مقابل 68، نتيجة غير متوقعة أبدا. شوفوا أحمد صقر أهو في فاول، وسابوا الحكم، وسابوا الحكم، ودخول من رضا، وفاول على جنيدي.
فاول على جنيدي. اتوقع انه لو استمر الاداء بالطريقه هذه ممكن يوصل الفارق الى 30 نقطه يعني. أشوف 20 نقطه شوف الفاول على مين؟ على ما هي باينه زي الناس ولكن اعتقد انه رقم 6 هو رامي جنيدي. نعم هو رامي 48 68 فارق 20 نقطه الفارق الفاول على رقم 6 رامي جنيدي. وقت مستقطع للجزيره وقت مستقطع للجزيره اعتقد انه هو الوقت الاول ويتبقى له وقتين. رميتين جزائية لصالح رضا زرداني من مولودية الجزائر. رميتين هذه الأولى ومهدرة كانت قصيرة ومهدرة 20 نقطة الفارق. هذا رضا وبصوبة ثانية بس ومحسوبة وواحد وعشرين نقطة 69-48. طبعا لا يمكن أن يصدق أحد أن فريق الجزيرة بطل مصر وصاحب هذا الرصيد الوافر من البطولات العربية والمحلية أن يسجل حتى الآن 48 نقطة ونحن على مشارف نهاية المباراة. شوفوا بوخلافي بوخلافي يهدرها وبيكملها رضا يكملها رضا زرداني. انهيار انهيار تام في صفوف الجزيرة وحماس غير عادي في صفوف المولودية. لو لاحظنا رهيب التحول التحول المنظم من فريق المولودية. دائما توصل الكرة لصانع العاب بنلاقي دائما لاعبين فاتحين على الأطراف بتدي فرصة لصانع العاب انه ممكن تنوع الباص ممكن يباص. لاحظ العودة البطيئة جدا لدفاعات الجزيرة. في المقابل انه نجد انه الجزيرة ما بتعامل مع الشيء ده ما في رجوع بسرعة في الدفاع مع انه المفروض انه اول من يرجع الدفاع صانع العاب واحد من الجناحين او انه احد او اثنين او الجناحين مع بعض صانع العاب يعني دائما بيكون مع واحد من الطوال. لكن هذا الشيء فاقده فريق الجزيرة. بالمقابل نجد انه فريق المولودية نجح بشكل كبير والتحول والدفاع غالبا ما بيكون في زياده عدديه هجوما على الدفاع. يعني ممكن اخر كوره زي ما قلنا كان في ثلاثه مهاجمين على لاعب واحد واستطاع انه اللاعب يطلع. ضاعت الكوره نجد انه اللاعب مشكله الجزيره عبد الرحمن اكبر يعني انه ما بيتعلم من خساره هجمه بل يكرر نفس الصوره الكربونيه للاهدار المتوالي لجميع الهجمات. بالفعل هاروني ودخول وتمويل وطارق الغنام يحاول قطع الكرة ولكن مراد بوخلافي إلى بن رمضان وتصويبة كادت أن تكون ثلاثية إلى الغنام إلى جنيدي جنيدي لمين مرة أخرى لطارق الغنام يحاول من ثلاثية بعيدة قصيرة ترتد كالعادة إلى دفاعات الجزيرة المولودية الأقصر قامة والعكس هو ما يحدث في هذه المباراة. جنيدي بيحاول من ثلاثية ولكن مراقب وبيصوب وأيضا بيهدر زي ما بيقولوا النحس لا يزال ملازم فريق الجزيرة المصري الذي لم يستطيع خلال أربع فترات أن يسجل سوى 48 نقطة فقط كانت لنتيجة شوط واحد من المباراة فقط. أحمد صقر يعود للمباراة ولكن بعد أن طارت الطيور بأرزاقها بيغادر الملعب طارق الغنام وبحل مكانه أحمد صقر. لن يستطيع الجزيرة أن يعمل شيء لأننا بنلعب في آخر دقيقتين ويهدر هاروني يهدر هاروني الرمية الجزائية الأولى. هذا فرج الله هاروني صانع ألعاب المولودية الذكي السريع المتحمس. إذا نقول عبد الرحمن مبروك ألف مبروك للمولودين لأن الفارق كبير جدا ولن يستطيع الجزيرة 23 نقطة لن يستطيع الجزيرة أن يسجل فارق 23 نقطة في
دقيقتين أو أقل من دقيقتين هي المتبقية على عمر اللقاء. أيضا المولودية يزج بلاعب لأول مرة يلعب هو اللاعب محمد زنبو زنبوجية. محمد زنبوجية اسم غريب شوية علينا في دول الفريق العربي. وآخر دقيقتين في أم المباراة التي تشارك على النهاية. وكالعادة إهدار جماعي من لاعبي الجزيرة وتألق متوالي للمولودية. ثلاثية كادت من رمضان بوخلافي يقوم بدوره كامل في مقدمة أو في جناح المولودية الأيمن. شوفوا هاروني بيكسب الوقت حسب القانون 15 ثانية على 24 والمتبقي هذا. شوفوا أحمد صقر أو محمد زين الدين يرسل الكرة لفتحي عبد العزيز وثلاثية من وائل بدر وبيكملها. وكالعادة السوء الطالع النحس يلازم الجزيرة جميعا. فاول على هارون وقربنا على الدقيقة الأخيرة. دفع ووقت مستقطع للمولودية. نشوف الفاول واعترف به طبعا هارون يرفع يده. والآن أعصاب المولودية هادية جدا. ووقت مستقطع لفريق المولودية الذي ضمن المباراة وصدارة المجموعة القوية المجموعة الثانية الحكم أيضا بهدي الأوضاع هنا في احتياط المولودية. كاد أن يكون هناك اشتباك بين وائل بدر وأحد اللاعبين ولكن الحمد لله فض النزاع والنتيجة فارق كبير جدا 71 مقابل 48. عبد الرحمن كم دقيقة استمر فريق الجزيرة دون أن يسجل تقريبا أي نقطة؟ خمس دقائق لم يسجل فيها فريق بهذا الخبر بهذه الخبرة وهذا المستوى أي نقطة. طبعا غير جدير بالفوز بالنسبة للجزيرة. وفريق المولودية أعلن أو دق جرس إنذار كبير جدا لدخول المباراة النهائية إذا استمر أداؤه المتألق كما هو الآن. روح جماعية حماس تصويب يلعب وأيضا شجاعة من مدربه أن يلعب بهذا العدد الكبير من الصف الاحتياط. بالفعل 10 لاعب اليوم 10 لاعب تقريبا 12 لاعب جميعا شارك. ايوه 12 لاعب عفوا 12 لاعب كلهم كان محمد زنبو وشارك رغم انه مستواه ضعيف. هذا تبديل لوائل بدر. طبعا انتهت المباراة او في حكم المنتهية باقي منها دقيقة واحدة فقط اخر دقيقة في المباراة. الفارق كم عبد الرحمن؟ 50 60 21 21 نقطة. وبالرمضان هاروني بيحاول الجزيرة انه يعمل ضغط ملعب كامل ولكن بعد ما طارت الطيور بارزاقها وتحرك متأخر وان لم يؤدي الى نتيجة اي نتيجة ايجابية. يتجدد جهاز ال 24 ثانية لان الكرة ارتطمت باللاعب خالد احمد من الجزيرة. وشفنا اشارة الحكم دائرة او دائرة الى اعلى. رضا زرداني هاروني بيحاول يستغل المولودية الجهاز ال 24 ثانية. صحيح يعني اليوم هاروني ما سجل ولا نقطة يعني حتى اخر تصويبتين ولكن بيعمل ايه ولكن كان هو السبب. نجم التوزيع ثلاثية الان لو لاحظنا التمريرة هذه رضا زرداني الثلاثية هذه تمريرة من فرج الله هاروني اللي هو في تفاهم كبير بينه وبين الثلاثية رغم المدافع. وثلاثية من رضا زرداني تؤكد الفوز وبكل جدارة والفارق 24 نقطة. أحمد صقر فعلا اليوم الجزيرة ليس يوم الجزيرة وقد أريد وجه ماء هذا الفريق أو ماء وجه هذا الفريق. انتهى اللقاء المهم وفاز الجزيرة وبفارق كبير جدا قوامه 74 نقطة مقابل 50 للمولودية. ألف مبروك للفائز وحظا أوفر. حنشوف أفضل لاعب في المباراة وأخذ لقطة على أفضل لاعب عبد الحليم السائح من فريق المولودية الجزائري. أعزائي المشاهدين أعزائي الرياضيين سعدنا بلقائكم حتى نلقاكم إن شاء الله يوم غد في الساعة 6:45
هناك أربع لقاءات غدا. تقبلوا تحيات جهاز النقل الخارجي من تلفزيون جدة والمخرج محمد العوفي وزميلي المدرب الوطني عبد الرحمن شاهين ومحدثكم مهيب خليل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.